للحديث أكثر حول هذا الموضوع يحضر معي مباشرة السيد طارق الأطرش المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى جمعية كفيل اليتيم بالبليدة. أهلا بك، صباح الخير. مساء صباح الخير أخت عقيلة. نعم، ككل مناسبة دينية أو مناسبة اجتماعية دائما الجمعيات الخيرية تسجل حضورها، من بينها جمعية كفيل اليتيم، تحاول دائما كل سنة رسم الفرحة في وجوه الأيتام وأيضا مساعدة والتضامن مع عائلات اليتامى. هذه السنة مشروعكم هو جمع 1000 أضحية كمثل السنوات الماضية، إلى الآن يعني أين تسير العملية؟ شكرا أختي عقيدة وشكركم على الاستضافة هذه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الجمعية كما تفضلتي وقلتي باللي أنه تقوم في كل مبادرة في كل حملة في كل موسم بهبة تضامنية خيرية إنسانية، تسعى إلى لم شرائح المجتمع وباش يقفوا كامل الوقفة واحدة خلف الفئات المحتاجة واللي ترعاها الجمعية ألا هم الأيتام والأرامل. طبعا في مناسبة عيد الأضحى نظمت الجمعية حملة عيدنا تكافل، هي في طبعتها السابعة على التوالي، تهدف إلى جمع وتوفير 1000 أضحية لفائدة الأيتام المسجلين في الجمعية. طبعا في الطبعات السابقة الحمد لله بفضل الله أولا ثم بتضافر كل جهود شرائح المجتمع حققنا هذا الهدف، وفي طبعات فتنا 1000 أضحية 1100 1200 1300. في الطبعة هذه نراهنوا على تكافل المجتمع الجزائري وتعاونوا وتآزروا وقوفوا خلف الأيتام، ونسعى ان شاء الله نحققوا الاهداف اللي ما حققناهاش في الطبعات السابقه باش تعم الفرحه كامل الايتام والارامل، ونزيدوا يوم بعد يوم مبادره بعد مبادره موسم بعد موسم نرسخوا اكثر واكثر ثقافه التكافل في المجتمع الجزائري بصفه عامه والمجتمع البلدي بصفه خاصه. طبعا احنا هذا الهدف ربما الظاهري هو 1000 اضحيه، ولكن الاسمى والهدف اللي نحبوا نحققه دائما اللي قلت لك هو تعزيز الروابط بين المجتمع الجزائري. احنا لما في طور الحمله هذه انا نسعى باش نمو تبرعات، نسعى باش كامل الناس يساهموا معنا، راه كاين مختلف شرائح المجتمع تجي تساهم، تجي الصغير الكبير العامل التاجر الصناعي رجل الاعمال، كامل الناس راهم يقفوا خلف الايتام. وكاين حتى ايضا ظاهره جديده رانا نشوفوا فيها ان هنا مساهمات يعني معتبره يوم بعد يوم خاصه مع ازدياد التضامن واقتراب عيد الاضحى، رانا نشوفوا مساهمات كبيره كبيره جدا. أمس فقط جاتنا إعانة ب 45 كبش و 45 أضحية تبرع بها أحد المحسنين ما نعرفوش كامل، وفي نفس الوقت بالموازاة مع هذه التبرعات القيمة والمعتبرة هناك تبرعات تأتي من مواطنين بسطاء، تأتي من ربما شباب، تأتي من أطفال براعم عندما ننتشروا احنا في المساحة التجارية ومراكز التجارية الكبرى على مستوى ولاية البوليد، تأتي يعني ناس عاديين، ناس بسطاء، ناس عمال، حتى عمال بلديات نصيبهم في الطرقات يساهموا مبلغ مالي ربما بسيط ولكن يحمل في طياته العديد من قيم التكافل والتآزر، ويحمل أيضا ظاهرة صحية في المجتمع الجزائري دائما نحوسوا دائما نحيوها وهي التكافل فيما بيناتهم خاصة في المواسم. والحمد لله الحملة لغاية الآن لغاية اليوم راهي الجمعية كم العدد اللي وصلتوا لحتى الآن؟ تقريبا إن شاء الله أكثر من 800 أضحية راهي كاينة، وإحنا بالمقارنة مع طبعات سابقة 3 أيام الأخيرة تشهد تبرعات وتدفق للمحسنين بشكل كبير وكبير جدا، وهذا المقام هذا ندعو كامل الناس باش كل واحد فينا يقدر يساهم، ماشي شرط أضحية أختي عقيلة. احنا الألف راك عندها قيمة معتبرة في المجتمع وعندها إضافة لمية ألف في المليون، احنا كامل نسعى إن شاء الله باش تكون عندنا بصمة لإفراح الأيتام. 1000 أضحية يعني 1000 فرحة و1000 سرور يدخلوا على الأيتام يوم العيد. إن شاء الله يتجاوز حتى ربما 1000 أضحية أكيد. بإذن الله بإذن الله يتجاوز. نعم، كنت أشرت لي إنه يعني تركزوا دائما على المحسنين والمتطوعين، نشوفوا اليوم الجمعيات الخيرية في مختلف الفضاءات العمومية أصبحت تستخدم أساليب مختلفة، نشوفوا أنها تستخدم أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي ربما تجاوزتم حتى رجال الأعمال ربما والمسؤولين إن صح القول، أصبحتم يعني المستهدف الأول هو الشخص ربما البسيط والمحسنين المتطوعين أيضا. اليوم تشوف أنه هل الجزائر يثق في نشاط الجمعيات الخيرية؟ نعم، يعني الجزائر يثق في نشاط الجمعيات الخيرية لأنكم دائما تستهدفوا المواطن البسيط وأي متبرع أو محسن. هي باش نكون بصراحه يعني نتحدثوا من يعني من الواقع، احنا اي حمله تطلقها الجمعيه الخيريه كفيل اليتيم لولايه البوليده تدرس تاعها، ونشوفوا اكثر الشرائح المهتمه بالعمل الخيري، يعني اي انطلاقه احنا نقوم بها نطلقوا بها كما خطره تكلمنا هنا في هذا البلاطو، انه ننطلقوا من مواقع التواصل الاجتماعي، لانه المحور الرئيسي تاع نجاح اي حمله ولا اي هبه تضامنيه تقوم بها الجمعيه هي الترويج والاشاره على اوسع نطاق، ونحن نعرفوا باللي انه لي ريزو سوسيو هذوما عندهم اقبال كبير جدا من طرف الشباب.
والشباب هما المحور الرئيسي اللي تركز عليه الجمعيه من اجل الترويج والاشراف في المراكز التجاريه وتجمعات السكانيه والشوارع الرئيسيه. وهذا الدور اللي يلعبه الشباب هو نقل تلك الاعمال الخيريه الى كافه شرائح المجتمع باش الهبه التضامنيه تقوى. احنا لما نقولوا الطبقه البسيطه، الطبقه العامله، والمحسنين والتجار، يعني حقيقه وبكل صراحه وبكل صدق احنا ما نقدرش نحصلها في طبقه من الطبقات. يعني انا قاعدين في اي وقت من الاوقات يجي محسن كما قلت لك تكلمت عليه البارح، هو تاجر تبرع ب 45 اضحيه، في نفس الوقت يجي عجوز ربما ويجي طفل صغير، يجي مواطن بسيط يتقدم بقيمه ماليه على حسب قدره. يعني كل مبلغ رمزي لانه الناس تحب ديال الخير. مبلغ رمزي وباب مفتوح، احنا هذا هو الغرض تاعنا، ماشي قلت اختي عاقله لازم يكون مبلغ مالي معتبر، عدد اضحيه كبير جدا، لا احنا مبلغ بسيط ربما احيانا حبسنا معاق في شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع يتقدم ب 5 دينار 1000 دينار، احنا هذا الباب مفتوح ونسعى كامل ان شاء الله باش نتقبلوا الناس في قيمة التكافل ونزيدوا النسخ اكثر واكثر ونرسخ ثقافة الجسد الواحد اكثر الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهل والحمى. والحمد لله من يوم الاخر طبيعة او دائرة المساهمين أي تكبر شيئا فشيئا والحمد لله. نعم، نتحدث أيضا على نشاطات الجمعية خاصة نحن مقبلين على دخول اجتماعي، دخول مدرسي، ما تزال هناك العديد أيضا من المناسبات الدينية، دائما أيضا كفيل اليتيم متواجدة لرسم الفرحة في الحمد لله. احنا بعد مباشرة مع عيد الأضحى المبارك نلقوا حملة خاصة بدخول المدرسة، بما أنه عندنا الأيتام المسجلين في الجمعية هم 8000 يتيم، عدد الأيتام المتمدرسين أكثر من 3000 يتيم متمدرس في الأطوار الثلاث الابتدائي المتوسط والثانوي. إن شاء الله نروح نسعى ان شاء الله باش نقوموا بحمله منظمه كباقي الحملات نقوم بها، الحملات الدينيه فيما يخص رمضان، فيما يخص عيد الاضحى، حمله تضامنيه تسعى الى اشراك جميع شرائح المجتمع من اجل ان يكون اليتيم يدخل هو وكغيره من الايتام من الناس اللي لاباس بهم يدخل بحقيبه مدرسيه محترمه باش يكون عنده عامل نفسي وتحفيزي في بدايه مشوار الدراسي للموسم القادم ان شاء الله. نعم. وبالاضافه على ذلك ايضا احنا عندنا فيما يخص بعد دخول المدرسه مباشره عندنا المولد النبوي، وعندنا أيضا حملة الشتاء الدافئ لفائدة الأيتام. نعم، شكرا لك سيدة طارق لطرش المكلف بالإعلام بجمعية كافلة اليتيم البوليدة، شكرا لك وعلى كل المجهودات اللي تقوموا بها، إن شاء الله دائما يكونوا المتبرعين يعني والمحسنين دائما في خدمتكم. إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك. إذا